أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمتابعة التجهيز والتحضير لانعقاد مجلس النواب خلال اليومين الماضيين وما يصحب هذا التحرك من تحديات أمنية ومهام تشريعية وسيادية نظرا لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي. إذن يستعد مجلس النواب لعقد أولى جلساته الأربعاء القادم في مدينة سيئون بحضرموت. مصادر في مطار سيئون قالت أن بعض أعضاء البرلمان وصلوا اليوم فيما ينتظر وصول البقية غدا، كما يتوقع وصول الرئيس هادي وعدد من مستشاري ورئيس الحكومة في وقت لاحق. وبحسب مراسل بلقيس فإن قوات من لواء الحماية الرئاسية وصلت اليوم إلى مطار سيئون قادمة من عدن لتأمين جلسة البرلمان، فيما وصلت في وقت سابق قوات سعودية مصحوبة بعدد من الآليات والعربات واستقرت في مقر المنطقة العسكرية الثانية. وجاء اختيار مدينة سيئون لانعقاد الجلسة بعد تعثر جهود إقناع الإمارات الداعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي والمجموعة المسلحة التابعة له في عدن بالسماح للبرلمان بعقد جلسته في عدن. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما الذي يمكن أن يضيفه انعقاد مجلس النواب لأول مرة منذ انقلاب الميليشيا في العام 2014؟ وما هي المهام المناطة بالمجلس والتي يفرضها الظرف الحرج الذي تمر به البلاد؟ بعد أن استمر الحديث عن التجهيز لانعقاد مجلس النواب لفترة جاوزت العام والنيف، يكاد يتحول الحديث إلى واقع. الأخبار الواردة من سيئون، المدينة التي يفترض أن يعقد فيها لقاء المجلس الأول منذ انقلاب الميليشيا في سبتمبر 2014، تقول إن العديد من أعضاء المجلس بدأوا يصلون تباعاً إلى المدينة. وصول الأعضاء كان قد سبقهم قبل يومين وصول قوات سعودية إلى المحافظة لم يكشف عن مهامها، أكانت لتأمين المدينة أم لأغراض أخرى؟ لكن الواقع أن الوصاية ربما هي هدف أساس في وصول تلك القوات، سواء على المجلس وعمله أو على محافظة حضرموت. قبل سفر الأعضاء إلى سيئون كانوا قد اجتمعوا في الرياض، وتخلل تلك الاجتماعات نقاشات وربما اختلافات كثيرة حول من يمكن له تولي رئاسة المجلس، خصوصا وأن الرئيس هادي يسعى لفرض أحد الموالين له لرئاسة المجلس، وعن تلك الحسابات التي تدور في ذهن هادي يقال الكثير. انعقاد المجلس لأول مرة منذ الانقلاب لا يمكن أن يكون في إطار استكمال بناء مؤسسات السلطة الشرعية العقيمة وحسب، بقدر ما يضعه أمام مسؤولية تاريخية نظراً للظرف الحرج الذي تمر به البلاد. الحديث عن المهام المتوقعة للمجلس يحيلك على لسان أي من أعضائه إلى إعادة دوره في نقاش وإقرار الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الدور الرقابي والتشريعي، وتلك مهام مصاحبة لوجود الدولة ومؤسساتها. أما في ظرف اللا دولة الذي يمر به اليمن الآن، فإن المجلس أمام تحديات ومسؤوليات كبيرة، أهمها استغلال سلطته في الحديث المسؤول عن إخراج البلاد من وصاية التحالف في المناطق المحررة والتعامل مع الانقلاب في بقية المناطق. أما أن يتمحور عمله حول ما ذكر من مهام، فإن ذلك يجعل منه سلطة عقيمة وشكلية لا تقدم ولا تؤخر، بل الخوف أن يتحول المجلس إلى مشرعن لحرب التحالف على اليمن مثلما يتوجس الكثيرون. إذا نبدأ النقاش مع ضيفنا من العاصمة السعودية الرياض النائب في البرلمان جعبل طعيمان. أهلا بك شيخ جعبل. نبدأ بالسؤال حول أنه انعقاد البرلمان، هل بات خبر مؤكد انعقاد البرلمان في سيئون يوم الأربعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البرلمان يسعى لالتئام أعضاءه منذ فترة كثيرة من سنة، ولا سنة فترة كثيرة طيب الشيخ جعبل طعيمان، سنعود للتواصل معك، يبدو أن هناك إشكالية في الاتصال معك حتى يكون الصوت أوضح. وأرحب بضيفي من حضرموت الأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع أكرم العامري. أهلا بك أستاذ أكرم. مرحبا، أهلا وسهلا.
نبدأ بالسؤال حول إذا هل باتت اليوم سيئون جاهزة لانعقاد جلسات البرلمان المرتقبة وتحديدا من الناحية الأمنية؟ بداية حقيقة يجب القول أنه استئناف جلسات مجلس النواب تزامنا مع زيارة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى مدينة سيئون، حقيقة تنطوي على دلالات مهمة وتعطي حضرموت امتيازا عن بقية المحافظات المحررة تحديدا. الحقيقة مدينة سيئون آمنة سياسيا واجتماعيا وعمليا بوصول كثير من الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمين المدينة لهذا الحدث الهام. انعقاد المجلس في هذه الظروف الاستثنائية اللي يمر بها الوطن، كثير من أبناء حضرموت وتحديدا نحن في مؤتمر حضرموت دائما نجدها فرصة مناسبة لشرح تطلعات وطموحات أبناء حضرموت والتي تمثلت في مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع التي التف حوله جميع الحضارة في الداخل والخارج، وأصبح له مخرجات مكتوبة وسنجد إن شاء الله الفرصة المناسبة للإصغاء من قبل الأخ الرئيس وبقية أعضاء مجلس النواب. طيب أنتم في مؤتمر حضرموت الجامع كيف تتعاملون وتلقيتم خبر فيما يخص وصول كل هذه القوات العسكرية سواء القوات التابعة للحماية الرئاسية أو القوات السعودية؟ إلى أي حد هذا له علاقة بحالة ضعف أمني ربما في حضرموت وتحديدا في سيئون؟ الحقيقة نحن كمؤتمر حضرموت الجامع نرحب بأي جهد وبأي تدابير يتم اتخاذها لتعزيز الحكومة الشرعية بمختلف مؤسساتها. لا يمكن الاختلاف بين اثنين أو اختلاف بين اثنين بأن المجلس النواب يمثل السلطة التشريعية في الدولة، وانعقاده في هذه الظروف يجب أن يحظى بقبول وارتياح من جميع الأطراف. مؤتمر حضرموت الجامع كمكون سياسي واجتماعي في المحافظة يجب يبارك هذه الخطوة خطوة مناسبة لتعزيز الشرعية الحكومة الشرعية ومختلف أدواتها على الواقع العملي. والحقيقة أن وجود فخامة الرئيس ووجود مجلس النواب وممثلين عن الحكومة في مدينة سيئون سوف يؤدي إلى التطلع عن قرب حول التنمية، حول متطلبات مديريات الوادي والصحراء في مختلف الجوانب ومنها الجوانب الأمنية. فرصة مناسبة لأبناء حضرموت يجب التقاطها في هذه الظروف الاستثنائية، وإن شاء الله تجد هذه الزيارة مؤثرات ونتائج إيجابية تترجم على أرض الواقع. أعود مرة أخرى للترحيب بضيفنا من الرياض النائب في البرلمان جعب الطعيمان، أهلا بك. أبقاك الله سلمك. إذن كنت سألتك عن هل خبر انعقاد البرلمان يوم الأربعاء في سيئون خبر مؤكد بات؟ انعقاد البرلمان إن شاء الله في هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع الجاي بإذن الله القادم. ما الذي يجعل أنه الخبر حتى الآن غير مؤكد أنه هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم؟ هل هناك بعض التحديات؟ لا الامور مرتبه لها الان، والسكرتاريه مجلس النواب الان في سيئون ومكتب رئاسه الان في سيئون، ونتشرف ان شاء الله بزياره سيئون وبالانعقاد المجلس في هذا المنطقه الجميله، المنطقه الذي اصحابها قلوبهم بيضاء ويحبون اليمن كل خير. إشارتك هذه لأهمية سيئون، لماذا سيئون دونا عن باقي المدن والمناطق المحررة؟ لماذا الوقع الاختيار على سيئون؟ لأنه تم نقل أعمال مجلس النواب، أصدر قرار رئيس الجمهورية بنقل أعمال مجلس النواب إلى عدن قبل فترة، إلا أن الظروف الأمنية لم تسمح بذلك حتى الآن، والاختيار على سيئون لأنه يتوسط اليمن وموجود المطار وموجود
الأشياء التي ممكن تساعد على انعقاد المجلس وقريب أيضا، وإن شاء الله يقوم المجلس بدوره يعني في التشريعات والرقابة وإقرار الميزانية وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإن شاء الله يكون عمل طيب لانعقاد المجلس. طيب شيخ جعبل، كانت هناك ربما إشكاليتين بارزتين في موضوع انعقاد البرلمان، هو توفر النصاب والتوافق على رئاسة البرلمان. هل النصاب مكتمل الآن، وهل تم التوافق على موضوع رئاسة البرلمان؟ المبادرة الخليجية التي حددت البقاء والمادة 65 من الدستور، المجلس النواب يمارس أعماله، حددت أنه يعني المؤتمر وحلفائه يكون لهم نص، والمشترك وشركاء يكون لهم نص، والخلاف ليس لدى الأطراف الأخرى، كان خلاف بين فئة المؤتمر، ولكن إن شاء الله حتل بإذن الله تحتل هذه الأشكالية وينعقد المجلس ويتم الاختيار بالطريقة الديمقراطية والانتخاب الحر المباشر. سعد لك شيخ جعبل، ورحب أيضا بمستشار وزير الإعلام من رياض مختار رحبي. أهلا بك أستاذ مختار. اهلا وسهلا بك وبضيفك الكرام وبالمشاهد الكرام جميعا. أهمية انعقاد جلسات البرلمان بالنسبة للسلطة الشرعية؟ الأهمية طبعا انعقاد مجلس النواب هو تعزيز لحضور الشرعية، تعزيز لحضور المجلس التشريعي المنتخب من الشعب، والذي استمد أيضا شرعية بقائه من المبادرة الخليجية التي ارتضتها كل الأطراف السياسية بعد ثورة الشباب في 2011. بالتالي اكتسب البرلمان شرعية البقاء والاستمرارية، بالتالي حضور أو انعقاد مجلس النواب هو تعزيز لحضور الشرعية، تعزيز لحضور مؤسسات الدولة، وأيضا يكتمل بذلك حضور السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في المناطق المحررة. هل تأكد أيضا موضوع أن الرئيس سيشارك في هذه الجلسة، وهل هي جلسة وحيدة أم سيكون هناك استمرار لعمل السلطة الشرعية من سيئون وتواصل؟ فخامة رئيس الجمهورية إضافة إلى بعض المستشارين سيكونوا حاضرين طبعا في الجلسة التي ستعقد، التي من المتوقع أيضا أن تكون في 10 إبريل الجاري الذي هو يصادف بعد الذي يصادف يوم الأربعاء. بالتالي انعقاد الجلسات واستمرارية هذا طبعا سيتم طرحه في الجلسة التي ستعقد، واستمرارية المجلس طبعا هي مهمة، وأن يبقى المجلس في انعقاد وأن ينتظم انعقاد مجلس النواب هذا طبعا مهم جدا، وليست جلسة وحيدة، يعني من المفترض أن لا تكون جلسة وحيدة. وما الذي قد يجعل أنه لا يكون هناك انتظام لجلسات مجلس النواب؟ ما هو نوع هذه التحديات التي ربما قد تجعلها جلسة وحيدة فقط؟ وما الذي ستستفيد منه الشرعية بعقد جلسة وحيدة؟ هو الانعقاد الدائم هو الذي هو مطلوب طبعا، لكن طبعا هناك يعني مخاوف أمنية، هناك يعني اكتمال النصاب، هناك إشكاليات أعتقد أنها تعتبر فنية وليست يعني تحديات ممكن أن تلغي انعقاد الجلسة أو الجلسات أو انتظام الجلسات، لكن دعنا نتفائل ودعنا نبث التفاؤل لدى الشعب اليمني ولدى الجميع أن مجلس النواب مهم أن ينعقد ومهم أن يستمر، مع أننا جميعا كنا نتمنى أن تكون هذه الجلسة في العاصمة المؤقتة التي تم إعلانها من قبل فخامة رئيس الجمهورية هي محافظة العاصمة المؤقتة عدن، لكن حالت هناك إشكاليات كثيرة دون انعقاده في مدينة عدن. الأبرز في هذه الإشكاليات التي حالت دون عقد البرلمان في عدن؟ الأبرز طبعا يعرف الجميع أن مدينة عدن هي خاضعة لميليشيات خارج إطار الدولة، ميليشيات تأتمر بأمر من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الإمارات طبعا يعني للأسف الشديد أنها تعمل ضد الشرعية وتعمل ضد مؤسسات الشرعية وتعمل ضد الحكومة، بالتالي هي أو حركت أذرعها سواء الأذرع السياسية أو الأذرع العسكرية الميليشياوية لتهديد أعضاء مجلس النواب ولعدم السماح لها بدخول مدينة عدن وعدم انعقاد مجلس النواب وما يسمى بالمجلس الانتقالي. أعلن أكثر من مرة أنه لن يسمح بانعقاد مجلس النواب، وهم طبعا يمتلكون ميليشيات وأذرع
في مدينة عدن، بالتالي هم من يتحكمون بالأمن الداخلي لمدينة عدن، وهذا حال طبعا دون انعقاد الجلسة أو تأخيرها منذ أشهر في مدينة عدن. سعود لك أستاذ مختار، أعود مرة أخرى للأستاذ أكرم العامري من حضرموت. أستاذ أكرم، إلى أي حد ستكون البيئة السياسية والاجتماعية في حضرموت مساعدة لعمل البرلمان؟ حضرموت عموما لها مسار سياسي يقوم على أن لا يتم الاصطدام مع أي مكون سياسي في الواقع أو أي مكون حزبي، وبهذا النهج استطاعت حضرموت أن تنأى بنفسها عن كثير من الانزلاقات التي حدثت في بقية المحافظات المحررة. الحقيقة أنه إعداد جلسة البرلمان في حضرموت وتحديدا في مدينة شيون كثير من الدلالات. حقيقة أنا أختلف فيما طرحه الأخ مختار في أنه التحالف أو الإمارات العربية المتحدة تمنع انعقاد جلسة البرلمان. الحقيقة أنه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كانت داعم كبير لانعقاد جلسة البرلمان في شيون، ووجدنا وشاهدنا خلال الأيام الماضية دعم فني وأفداد كبيرة وتعزيزات عسكرية وبشرية من قوات التحالف لإنجاح هذا الحدث. حضرموت نطمع أنها تستفيد كثيرا من هذا الحدث السياسي الذي يعتبره تاريخيا على مستوى حضرموت، وإن شاء الله تعمل جميع المكونات السياسية والحزبية والاجتماعية في حضرموت على أن تحصل على كثير من المكاسب السياسية والاجتماعية عبر انعقاد هذا الحدث، سواء بزيارة فخامة الرئيس أو بانعقاد جلسات البرلمان. الأيام القادمة ستكون إن شاء الله تحمل الكثير من العمل على مستوى محافظة حضرموت، تحديدا على مستوى مديريات الوادي والصحراء وفي عاصمة شيون. سيلتئم كل المكونات السياسية في حضرموت لإنجاح هذا الحدث واستخراج وتحقيق مكاسب سياسية واجتماعية وتنموية وأمنية في المحافظة إن شاء الله. أنت تركز على موضوع تحقيق مكاسب سياسية واجتماعية ربما لحضرموت بانعقاد جلسات مجلس النواب، هل لديكم أي معلومات حول استمرارية عمل البرلمان داخل سيئون في ظل عدم وضوح الصورة حتى الآن؟ هناك من يقول أنها ربما جلسة تدشينية فقط ومن ثم سينفض البرلمان وسيعد الأعضاء كل من حيث أتى. نحن لا نقلل من الخطوة التي ستتم في اليومين القادمة وفي الأيام القادمة من انعقاد البرلمان. حقيقة أنه التئام مجلس النواب من جديد واستئناف جلساته سيكون له مكاسب سواء على حضرموت أو على المحافظات المحررة أو على أداء الشرعية بشكل عام. هذا بالتأكيد، لكن هل هناك ستكون استمرارية وبقاء لأعضاء المجلس النواب في سيئون؟ أعتقد أنه حالما يصلون أعضاء مجلس النواب إلى سيئون وتنعقد الجلسة الأولى بحضور الرئيس ومستشاريه وبقية أعضاء الحكومة سيجدون الجو السياسي والاجتماعي والأمني الملائم لاستمرار انعقاد الجلسات والقيام بدورهم التشريعي. أشكرك جزيلا أكرم العامري الأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع، وأعود للنائب جعبل طعيمان. أهلا سيد النائب، أهلا بك مرة أخرى. حفظك الله وسلمك. الشيخ جعبل، معروف أن الظرف استثنائي الذي تمر به البلاد الآن، وبالتالي يفترض أن تكون هناك مهام استثنائية في ظل هذا الظرف على مجلس النواب. ما هي أهم الأولويات التي سيتم التركيز عليها في الفترة القادمة من قبل مجلس النواب؟ أقول لك أخي العزيز، مجلس النواب مليء جدوله بالأعمال الكثيرة، الأعمال كثيرة أمام مجلس النواب. أولا أمام الرقابة على أداء الحكومة، وأمام أولا إقرار الميزانية، وأمام يعني منح التسجيل للحكومة. إلى الآن لم تمنع التسجيل للحكومة أبدا حتى الآن. فأقول أمام مجلس النواب أعمال كثيرة، وبعد إنعقاد مجلس النواب بالجلسة الأولى واختيار الهيئة الإدارية يصبح مجلس النواب هو حر في الإنعقاد، لأنه بعد الانتخاب والاجتماع بالأغلبية المطلوبة يصبح مجلس النواب هو سيد قراره بعد ذلك.
لانه لا ما بقي شيء، ما بقي اي اجتماع يعني حضر رئيس الجمهوريه غير اجتماع الافتتاح الاول. فممكن ينعقد مجلس النواب باي وقت بطلب من هيئه رئاسه المجلس ويتواصل الجلسات باذن الله ويناقش جميع ما ورد في جدول اعماله. طيب شيخ جعبل، في موضوع التكهن الان، هل ستستمر اعمال المجلس في سيئون والجلسات ستكون مستمره ومتواصله ام ربما تنعقد في ظل فترات متباعده؟ هل لديك اي معلومات بهذا الخصوص؟ ان شاء الله تستمر، وبعدين حتى ممكن تنتقل للعاصمه عادة اذا تحسنت الظروف. تنتقل جلسات مجلس النواب الى العاصمه المؤقته عادة حتى تتواصل باذن الله يتيسر امر انعقاد المجلس باذن الله، وتقوم الحكومه بدورها والقيام بواجبها في جميع مناحي الحياه للمواطنين. تتحسن الظروف في العاصمه المؤقته عدن، انتم كاعضاء مجلس النواب اليوم، ما هي هذه الظروف والتحديات التي يفترض تجاوزها في العاصمه المؤقته حتى يكون انعقاد المجلس هناك؟ يعني ممكن دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ما يعني تبذل واجب كبير وتقوم بعمل يعني تقارب بين يعني الائتلاف بين المختلفين، الاتفاق بينهم، أي اختلافات، تذليل الصعوبات بإذن الله أنت يتحسن الوضع بإذن الله. لأنه يعني المشكلة اليمنيين ممكن يتفاهموا فيها بإذن الله. تجاوز هذه الإشكالية. أشكرك جزيلا النائب في البرلمان جعبل طعيمان. أعود للأستاذ مختار. أستاذ مختار، أشرت إلى وجود بعض المخاوف الأمنية والتحديات في حضرموت، لذلك جاءت كل هذه القوات سواء التابعة للحماية الرئاسية أو القوات السعودية لتأمين جلسات مجلس النواب. نعم، هو بالنسبة للقوات التي وصلت هو بالفعل لتأمين جلسات مجلس النواب، وأيضا لحضور فخامة رئيس الجمهورية إلى سيئون وتأمين الوضع بالكامل لكي يكون هناك نجاح في كافة الجوانب الأمنية وغيرها من الجوانب لانعقاد هذه الجلسة التي أنا أعتقد أنها تعتبر من أهم الجلسات التي ستعقد لمجلس النواب، خصوصا بعد سنوات من عدم انعقاده ومحاولة الحوثيين السيطرة على مجلس النواب وعلى أعضاء مجلس النواب وإفشال أي محاولات من قبل الشرعية لإخراج الأعضاء البرلمان، وهناك كانت محاولات من قبل الحوثيين لإلقاء القبض على أعضاء مجلس النواب وأيضا يعني وضعهم أو وضع بعض البعض منهم تحت الإقامة الجبرية لكي لا ينجح انعقاد مجلس النواب في المناطق المحررة. هل اكتمل النصاب الآن؟ وأيضا تم التوافق على موضوع رئاسة البرلمان؟ هناك أسماء كثيرة مرشحة لموضوع رئاسة المجلس، وأعتقد أنه في الجلسة سيتم يعني إعلان ذلك. أما بالنسبة للنصاب، المعلومات تؤكد أنه تم اكتمال النصاب وأن العدد سوف يكون مكتملا في هذه الجلسة، وسيتم اتخاذ قرارات منها إعادة تشكيل رئاسة البرلمان وأيضا مناقشة القضايا التي هي في جدول أعمال البرلمان. ما الأبرز من المهام المناطة اليوم بالمجلس في ظل هذا الظرف الحرج التي تمر به البلد؟ هناك أنا أعتقد أنه هناك ملفات كثيرة، منها أولا الرقابة على أداء الحكومة، أيضا إقرار الميزانية والكثير من المهام أمام مجلس النواب. وأنا أعتقد أنه يعني انعقاد المجلس فقط أنا أعتقد أنه يعتبر نجاح للشرعية و استكمال لمؤسسات الدولة واستكمال للسلطات التشريعية والتنفيذية لحضورها داخل المناطق المحررة بعد أن ظلت بفترة طويلة إما حبيسة الانقلاب الحوثي أو يعني استمرارية بقائها خارج الوطن. أن تعود المؤسسة التشريعية إلى اليمن وانعقادها في اليمن أنا أعتبر أنه إنجاز يحسب لقيادة الشرعية. لا، لكن حتى الآن لا توجد هناك أخبار مؤكدة حول استمرارية هذه العودة للسلطة التشريعية. هو لا يوجد هناك فعلا يعني معلومات مؤكدة، ولكن أن يتم الانعقاد وأن يتم إعلان رئاسة البرلمان أنا أعتقد أن هذه خطوة أولى. بعد ذلك يمكن لرئاسة البرلمان أن تدعو لانعقاد جلسات أخرى والنظر في القضايا التي يتم وضعها أمام مجلس النواب، ولكن
هي في حال يعني نجحنا في الجلسة الأولى، أعتقد أن الجلسات الأخرى ستكون أسهل بكثير. شكرا جزيلا لك مختار حبيب مستشار وزير الإعلام، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة ماهر أبو المجد.